يا محور حلقتنا لهذا اليوم، وهو محور مهم وشيق لكل من يحب أن يشتري سيارة وحائر بموضوعها، كونها وارد أمريكي ويجب أن يتأكد من متانتها ومن كون سعرها مناسب أو مبالغ به، أو هل يعتمد التقرير اللي استحصله على حالتها بالخارج أم يعتمد فحص محلي، وأيضا ما هو وضع السيارات كنوع وقيمة مع دخول النظام الكهربائي الجديد لها والابتعاث في دول الدول المتقدمة عن استخدام البنزين دعما للطاقة النظيفة. هذا أكيد ما راح يحدثنا عنه الخبير بعالم السيارات واليوتيوبر أرشد الزبيدي عبر السكايب من أمريكا. صباح الخير. يسعد صباحك أرشد. صباح النور. يا أهلا وسهلا. نورتنا أرشد. أهلا وسهلا بك حبيبي. حبيبي. بداية أرشد، عرفنا عن نفسك على طريقتك الخاصة، وهل مجال السيارات كبرمجة وكفحص وبيع وشراء شيء أنت شغوف به من الطفولة لو صرت خبير بحكم عملك بالمجال فقط؟ طبعا أنا اسمي أرشد الزبيدي، أعيش بأمريكا تقريبا أكثر من 10 سنوات، ويعني أشتغل بمجال السيارات أول ما أجيت لأمريكا بصراحة. لكن السيارات يعني هي شغلة انه انا احبها بصراحة، فشي يعني متعلق بي من الطفولة خلينا نقول. حلو. يعني من جيت الامريكا شفت فد مجال واسع، و يعني بسهولة واحد يقدر يدخل هذا المجال، ويعني اكيد اكو ناس هواي ساعدتني بهذا المجال واكتسبت خبرة كلش كبيرة خلال هاي العشر سنوات. جيد. اها حلو. طيب أرشد، أريد أعرف منك أنه كيف تقيم دور المستوردين للسيارات الوارد الأمريكي بالعراق؟ هل هو إيجابي ويعرفون يقدمون أفضل أنواع السيارات؟ لو الموضوع بحاجة إلى إعادة توجيه، تصحيح معلومات؟ والله حسب المستوردين، لكن أغلب المستوردين هم يعني يستوردون سيارات يعني للناس بشكل يعني خلينا نقول طبيعي، لانه العالم يعني اذا تسال عن سيارات خلينا نقول بسعر رخيص، فالمستوردين من يستوردون سيارات ما يقدرون يجيبون سيارات مثلا كلين تايتل او بدون حوادث، لان هاي السيارات حتكون يعني مبالغ باسعارها، في يعني يضطرون يجيبون السيارات اللي خلينا نقول حوادثها قويه جدا. اي نعم. حتى يقتصرون بالسعر. طيب. حتى ما تكون اسعارها جدا عاليه. بالضبط. بس اللي دا يصير انه العالم بعد ما تشتري هاي السيارات ترجع تبيعها باسعار الكلين تايتل للاسف. اها. يعني طيب. بعد ما يصلح الضربه اللي بيها يبيعها كانه ما كلين السياره. بالضبط. حلو. للاسف. طيب. يعني فعلا أرشد، شنو اكثر نوع سيارات يتم استيراده من امريكا وايصاله للعراق؟ زين، هل هو زيرو جديد لو مستخدم؟ طبعا السيارات اللي بامريكا والسيارات الامريكيه هاي كلها سيارات غاليه عليها. زين. بامريكا يعني من نشتريها احنا نشتريها بالاقساط لانه اسعارها كلش غاليه. طيب. بس بعد الحوادث مالتها يعني يضطرون يدزوها للدول العربيه او الدول الاوروبيه او الدول الاخرى. نعم. لانه تكلفه الصيانه مالتها تكون جدا غاليه. فسعر السياره ينخفض. اها حلو. طيب هنا انا اريد منك راي شخصي، يعني اي سياره تفضل وليش وشنو المميز بيها اللي خلاك تفضلها؟ والله بالنسبه لي يعني بشكل شخصي احب استخدم السيارات الالمانيه. يعني بالذات السيارات المرسيدس. طبعا. اولا لانه هذه السياره يعني هي فخمه، وثانيا هي سياره السيفتي مالتها جدا عالي، مساحتها جدا كبيره، وسياقتها يعني خلينا نقول سلسه وسهله يعني. طيب احكي لي سلبيات وايجابيات السيارات الكلين او الغير مستعمله. هو السلبيه الوحيده بهاي السيارات انه غلاء، يعني راح تكون سيارات جدا غاليه، فالمستخدم او المستهلك بالعراق ما يقدر يشتري هاي السياره. فيضطر يلجا للسيارات السالفج او اللي هي اللي بها الحادث، مو الكلين تايتل. اها حلو. طيب. واكو فرق كبير بين الاسعار بصراحه. نعم. طيب هنا شنو الفرق اللي يصير يعني أرشد؟ قصدك يعني بين الكلين تايتل وال اي بالضبط. اي وسالفج الكلين تايتل السيارة اللي ما بيها حادث او بيها حادث بسيط او طخة هذه تعتبر كلين تايتل. السالفج اللي هي بيها اكسيدنت قوي انه الحادث مالتها واصل للشاصي، يعني بيها فريم دامج.
حلو. طيب أرشد، هنا الكثير من الناس يعتمدون على التقارير حالة السيارة من يريدون يشتروها، هي وارد أمريكي، تنصحهم باعتماده لو أكو طريقة أخرى ثانية ممكن يكون أكثر ضمان بيها؟ الطريقة الوحيدة اللي أنا دائما أذكرها اللي هي كارفاكس، أكو برنامج اسمه كارفاكس، هذا يتم يعني مثلا تدفع عليه مبلغ بسيط $10 أو أقل. أها زين أرشد، من ناحية الأسعار متى يعرف الشخص أنه سعر السيارة المستخدمة والمتعرضة لحادث مبالغ به وقيمتها أقل؟ يعني أي نوع حوادث يمها تنخفض قيمة السيارة لمستوى منخفض جدا؟ وأعتقد انقطع الاتصال ويا ضيفنا، ضيفنا كثير يعني من المعلومات يحاول يفيدنا بها فعلاً، يعني حتى شخص اللي يبتدي السيارة بالضبط بالضروري مو فقط هذه المعلومات. الشخص اللي عنده سيارة اليوم، خاصة الموضوع هذا يفيد البنات يلي مقبلة على شراء سيارة ما عندها الدراية والمعلومات الكافية عن السيارات، ممكن تعتمد أو تأخذ النصيحة من أخوها من والدها من قريبها. من الناس معلوماتي كلش ضعيفة بالسيارة بالضبط، فهنا الموضوع يفيد البنات وشباب اللي ما عندهم درايه كافيه عن موضوع السيارات، حتى اليوم يفيدنا ويخدمنا بهذه التفاصيل. دعنا ارشد مره ثانيه واعيد السؤال، ارشد من ناحيه الاسعار، شو وقت الشخص يعرف انه سعر السياره المستخدمه تكون او المعرضه لحادث هي يكون مبالغ بها وقيمتها اقل؟ يعني اي انواع حوادث يمها تنخفض قيمه السياره لمستوى منخفض جدا؟ اعتقد يعني الاتصال وياه جدا ضعيف. معلومات يمكن هواي نستفاد من عندها. انا اعرف واحد من اصدقائي من تعطل سيارته وهو طالع يعوف السياره ويطلع، صحيح، يعني يخابر يا اما اخوه او يخابر اي احد من اصدقائه حتى يجي يشوف له شنو المشكله اللي صارت بسيارته. فاني واحد من الناس معلوماتي بالسيارات كلش يعني ضعيفه كلش. بالضبط، اي لان يعني هواي اكو ناس، عذرا حسناء، يعني انت حكيتين عن موضوع البنات، بينما تدرين اكو بنات عندهم معلومات كلش قويه بالسيارات، بس الغالبيه العظمى كبنات مو مثل الشباب، شباب عندهم مواهب بالسيارات يحبوها طبعاً. اكثر. رجع لنا ارشد مره ثانيه واعيد السؤال للمره الثالثه يا ارشد، من ناحيه الاسعار شو وقت يعرف الشخص انه سعر السياره المستخدمه واللي متعرضه لحادث مبالغ به وقيمتها تكون اقل؟ يعني اي انواع حوادث يمها تنخفض قيمه السياره لمستوى منخفض جدا؟ ما اعرف اذا تسمعيني لو لا، حتى نعم نسمعك. هذه السيارات اللي بها فريم دامج، من تتصلح بشكل سيء هذه السياره ينخفض قيمتها. للاسف انه يعني مجتمعنا بالعراق يحبون يصلحون، انا يعني من دا اشوف التصليح انه مثلا القطعه اللي انضربت بالسياره يقصوها ويجيبون في قطعه جديده بمكانها على مود السيفتي مالتها. نعم. لكن بالعراق يصلحوها نفسها، يعني مثلا يدقدقوها ويضربوها. صح. هاي السياره بعد ما بيها سيفتي، من تندعم مره ثانيه الحادث مالتها راح يكون اخطر على اللي داخل المركبه السياره نفسها. اها حلو. طيب هنا اذا نحكي على العكس ارشد، باي مواصفات وحاله تكون السياره الوارد الامريكي نقول تسوى فلوسها؟ مثل ما نقول يعني احنا بالعاميه نقول والله فلوسها بيها ومو هوايه عليها المبلغ اللي ندفعه. صح. اولا السيارات اللي بها طخه مثل ما يقول، مثل ما نقول يعني السيارات اللي ما بها حادث قوي مثلا يعني طارق الايرباك ممكن او الايرباك، هاي مشكله ثانيه انه الايرباك من دي يطق العالم ايش يسوون او المصلحين للاسف يطفون النظام مالته السيستم، فايش يصير السياره تصير ما بها سيفتي. اها فانت من تسوق سيارتك لا سمح الله وتنظر بسيارتك انت داخل السياره عليك خطر 90% اكثر طبعاً. من ما هي كانت قبل الحادث طبعا، يعني هنا ان انا السائق يطق والايرباك ما يطق. بالضبط. هذه كارثه. زين ارشد، احكي لنا عن رايك بالسيارات الكهربائيه والطاقه النظيفه كسلبيات وايجابيات ايضا. اليوم نشوف تسلا ونشوف حوادث ونشوف ناس ما زالت مؤمنه انه هي المستقبل والنظام الجديد. طبعا السيارات الكهربائيه هسه يعني بالجديد انه العالم متوجه كله للطاقه النظيفه. زي 2030 بولايه كاليفورنيا او بامريكا كلها بعد ممنوع تنباع السيارات اللي عن طاقه، خلينا نقول عن نفط او عن غاز او عن غاز يعني ورا يسموها.
يريدون يتجهون للطاقة النظيفة، السيارات الكهربائية فقط 100%. يعني هسه احنا عندنا بأمريكا 50% سيارات كهربائية، 50% سيارات على البنزين والغاز. فالتوجه العالمي كله راح يكون على السيارات اللي بيها يعني خلينا نقول طاقة كهربائية فقط، اللي هي تسلا وسيارات. طبعا تسلا هسه صارت جزء، يعني فولكس واجن، مرسيدس، فورد، تويوتا، كلهم قاموا يسوون هاي السيارات. فالعالم اتجه كل هاي السيارات، وبسايد السيارات الهايبريد همينه. هي بالضبط. طيب هنا نفط بعد ما له قيمه بعد 10 سنوات. صح. هنا أنا ارشد، يعني تشوف من وجهه نظرك حال تداول السيارات كبيع وشراء، استيراد، تصدير، مع عدم أهمية النفط بالسنين المقبلة، شلون نظرتك إلها؟ والله مثل ما قلت لك، يعني السيارات الكهربائية راح تكون 100% بعد 2030. النفط ما له أي أهمية، راح يصير حاله حال الفحم. من الفحم يعني بالسابق كان هو أغلى مادة. بالضبط. هسه يعني مثلا عندك بالمستقبل القريب إن شاء الله بعد 10 سنوات قطية البيبسي راح تصير أغلى من النفط نفسه. فاحنا لازم نفكر شلون نخدم المواطن. هاي السيارات الكهربائيه يحتاج لها انترنت، يحتاج لها شوارع، يحتاج لها خطوط، صح، يحتاج لها رادارات. هاي السيارات ما تقدر تعمل بشكل صحيح في العراق بالوقت الحالي. يعني شوارعنا واشاراتنا هذه كلها ما تعمل بيها. فالحكومه لازم يعني تسوي حل. السياره حتى ما تمشي اذا ماكو رصيف، ما تشوف رصيف قدامها. اغلب هاي السيارات اللي هي سيلف درايف تسوق وحدها. صح. يعني شلون تسوق؟ لان هنا الازدحامات اللي عندنا، ارشد لا تنسى ان الازدحامات اللي عندنا، ترافيك لايتات اللي عندنا، بالاضافه الى تخطيط الشوارع مو صحيح. فهنا عندك يعني الحساس في بعض يعني الشوارع ما راح يشتغل صحيح. مثال انه بالضبط السيارات تحتاج خطوط. زين السياره على شنو تمشي؟ هي تمشي على الخطوط، لان يعني كلها حساسات. اي نعم. انت تسوق سياره عباره عن كهرباء وانترنت، هي تقرا السرعه، تقرا الشارع. زين انت من تسوق بها سياره كل شيء ما بيها، يعني يعني كانما تسوق انت بصحراء يعني بالعراق. صحيح. صحيح فعلا. طيب ارشد، انا اليوم كفتاه حابه اعرف منك معلومه اجهلها ودائما اسمعها، مصطفى يمكن همين يسمعها ما عنده معلومه قويه. انا معلوماتي مو كلش قويه بالسيارات. دائما يقولون وارد امريكي ووارد خليجي. شنو الفرق بيناتهم وياهو الافضل؟ او يمكن ماكو افضليه بالموضوع، بس مقارنه يقول لك انا افضل الوارد الخليجي او الوارد الامريكي، شنو الفرق بيناتهم؟ احكي لي. الوارد الخليجي اغلبيته يجي كلين تايتل بدون حوادث. الوارد الامريكي دائما العالم تتخوف من عنده. لانه مثل ما قلتي انت كبنيه ما عندك خبره، من تشترين سياره ما تعرفين شنو حادثها. صح. فالحادث راح يكون كالتالي، تاخذين وياك شخص خبره يعرف بالتصليح او يعرف انه السياره شنو مدى الضرر مالتها. والشغله الثانيه الفين نمبر اللي هو رقم الشاصي. من تشيكي راح تشوفين انه السياره الحادث مالتها شنو سببه وش قد الضرر مالته. يعني من كلامك معناها اللي يكون بايجابيه اكثر الوارد الخليجي، واللي الناس يفضلوه اكثر وامان اكثر من ناحيه انه قله الحوادث او ما بي حوادث. والله بالنسبه لي انا افضل الوارد الامريكي، لانه الخليجي حيرتها الحسناء. شكرا. اي مو انا قلت لك، انا قلت لك يعني انت تريدين سياره رخيصه، انت ما راح تشترين سياره غاليه. هاي اولا. ثانيا انت بعيدا عن السعر، بدنا نحكي ايجابيات وسلبيات بعيدا عن السعر. بالضبط. هو انا جايت بالكلام، انت من يصنعون سياره الامريكيه زين، يصنعوها بشكل سيفتي، يعني السيفتي مالتها اكثر من الخليجي كايرباجات. انت تعرفين انه بهاي السنه انه بعد ممنوع بامريكا سياره ما بيها باك اب كاميرا، يعني من ترجعين لازم بيها كاميرا على الباك، ولازم بيها بلايند سبوتس اللي هي بالعربي يسموها النقطه العمياء. مثلا انت من تسوقين بالمرايه ماكو داعي تباعين تلتفتين، السياره هي نفسها تطيح اشاره. هاي الشغلات يعني صح موجوده بالخليجي لكن ما مفروضه عليهم. بامريكا مفروضه الايرباجات بشكل صحيح، بالتالي هي ضروريه. بس ضروريه بس احنا شنو لازم يعني نلقى فت حادث بسيط حتى نشتري هاي السياره. فبالتالي انا بالنسبه لي كرأي شخصي الوارد الامريكي افضل من الوارد الخليجي.
مع العلم انه الوارد الخليجي بمواصفات جماليه اكثر. حلو. يعني انا برايي انه هاي المقارنه على اي سياره وهذه ارشد موجود. اي بالضبط. ما يقصر اكيد. انا والله كل متابعيني دائما يتراسلون وياي على الانستغرام ودائما انصحهم والله يعني حتى نوبات يجيبوا لي سيارات الشواصي رقم الشاصي مالتها واقول لهم حوادث مالتها واساعدهم والله دائما. طيب ارشد هنا برمجه السيارات يعني البرمجه اللي تكون بطريقه سليمه لما يتوجه الناس من يسألون كيف يعني يضمنون هذا الشخص يعني اللي لجوءه الى معتمد وموثوق يعني شو احنا نروح لشخص مضمون بضمان اللي نقدر من خلاله انه نسوي برمجه للسياره شنو راح نعتمد الاولويات طبعا اولا لازم هذا الشخص يكون سيرتيفايد من الشركه نفسها مثلا انت من تجيب سيارات كهربائيه لازم تجيب ناس مختصين بصيانتها لانه هي سياره كهربائيه عباره عن بطاريه وسوفت وير وشي ما بيها. العالم كلها تتخوف من السياره الكهربائيه مع العلم هي سياره كهربائيه ضررها وتصليحها اقل تكلفه واقل يعني هدك او يعني انت ما تروح للمصلح دائما أي. مثل ما انت عندك سياره عاديه انت تتخلص من الجير من المحرك لان هي بيها بس ماطور و سوفت وير وبطاريه حال التليفون مالتك راح تصير حلو زين فانت راح تكون انت بس مجرد البطاريه والسوفت وير يعني ما عندك محرك وجير وبنزين ودهن هاي كلها انت راح تخلص من عنده تمام حلو طيب ارشد كلمه او نصيحه اخيره او معلومه تحب تضيفها بنهايه محورنا لكل محبي عالم السيارات وما ذكرتها ايضا معلومه بهذا المحور تفضل يعني السيارات الكهربائية أنا هسه جدا أنصح بيها زين حتى لو مثلا واحد متخوف من عندها ممكن واحد يجرب الهايبريد أو السيارات البلاجين البلاجين هي تجي كهربائية وبنزين بنفس الوقت لأن أكو عالم يقول لك أنا يعني أخاف أسوق سيارة بيها مثلا بطارية بس أنا أريد سيارة بيها بنزين فأكو سيارات توفر بيها البطارية والبنزين بنفس الوقت تقدر تشحنها وتعطيك خلينا نقول مسافة حلو لحد ما أنت تتعود على هاي الشغلة لأنه العالم كله متوجه للسيارات الكهربائية بالمستقبل القريب حلو أرشد جدا شاكرين تواجدك ويانا وشكرا هذه المعلومات اللي إحنا أول اثنين استفادينا منها وأكيد كل المشاهدين شكرا لك إذا المشاهدين الكرام بنهاية المحور اللي كان مع اليوتيوبر أرشد الزبيدي الخبير بعالم وكل معلومات السيارات أكيد مستمرين وياكم بكل تفاصيل وفقرات حلقتنا لهذا اليوم بعد الفاصل